الحمد لله رب العالمين جعل الصيام جنة وطريقا موصلا للجنة نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد ربنا على نعمة شهر رمضان ولك الحمد ربنا على نعمة الإيمان ولك الحمد ربنا على نعمة الإسلام ولك الحمد ربنا على بعثة سيد الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور أبصارنا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين خير من صلى وصام ونام وقام وطاف بالبيت الحرام. فالصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان عليه وعلى آله وأصحابه والداعين بدعوته إلى يوم الدين. واحشرنا معهم بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم فرج الهم عن المسلمين، اللهم فرج الهم عن المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، وغير يا ربنا حالنا وحال المسلمين إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكون للمستضعفين في هذه الأيام المباركة يا رب العالمين. رد المشردين إلى ديارهم سالمين. أنزل الأمين أمن والأمن والأمان والسكينة واطمئنان عليهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، واعتقنا ربنا فيه من النيران، نحن وآباؤنا وأمهاتنا ونساؤنا وأبناؤنا وبناتنا وجميع المسلمين. آمين آمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم وفقنا أن نكون من عبادك المتقين. أيها الأحبة الأفاضل، مع بدء شهر رجب ونحن ندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، وها نحن اليوم قد أكرمنا الله تبارك وتعالى ببلوغ شهر رمضان المبارك، فماذا نحن فاعلون؟ إن الذي يدعو الله تبارك وتعالى أن يبلغه هذا الشهر لابد أنه قد أعد لهذا الشهر عدته وشمر عن ساعد الجد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة الكرام فيقول عليه الصلاة والسلام: ماذا يستقبلكم وتستقبلون؟ سؤال يسأله النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة عن هذا الشهر، ماذا يستقبلكم وماذا تستقبلون؟ مرة ومرتين وثلاث مرات، ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم؟ فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: أوحي نزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: أعدو حضر؟ قال: لا. قال: فماذا إذن؟ قال: إن الله تبارك وتعالى إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان غفر لأهل القبلة وأشار بيده إليها. هذا الفضل العظيم أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى في أول ليلة من شهر رمضان المبارك يغفر لأهل القبلة.
طبعا هناك حديث تخصص وتخرج منهم أهل الأحقاد وأهل الكبائر وعاقين الوالدين والذين طمست أيديهم بالدماء والظالمين، ولكن الذين تابوا وتقربوا إلى الله عز وجل وأخلصوا نياتهم لله عز وجل فإنهم مشمولون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله العظيم أن تكون هذه الليلة المباركة لنا عتقا جميعا من النار. ماذا أيها الأحبة الأفاضل أعددنا لهذا الشهر الكريم ونحن نسأل الله تعالى دائما أن يبلغنا رمضان. الصحابة الأفاضل كانوا 6 أشهر يسألون الله عز وجل برمضان. هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الكريم فضله عظيم، كلنا يعرف فضله. هذا الشهر من أعظم فضله أن السماء التقت مع الأرض حيث نزل الوحي. هذا الشهر الكريم شهر القرآن، والقرآن كلام رب العالمين تبارك وتعالى. فإذا لم يكن لهذا الشهر العظيم فضل سوى نزول القرآن وليلة القدر لكان هذا شرف عظيم أيها الأحبة. هذا الشهر العظيم أنفاسنا فيها لها ثمن، أنفاسنا لها ثمن وأثمان غالية. لذلك سنضع بين أيديكم اليوم بعض النقاط نحاول أن نستثمر من خلالها شهر رمضان المبارك. أول هذه النقط أن نعزم النية الصادقة على صيام شهر رمضان والتزام أمر الله عز وجل، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. أول شيء لازم نكون نيتنا صادقة مخلصة لوجه الله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات وإن نية المرء خير من عمله. ربما يعمل المرء عملا فإذا بنفسه يصيبها شيء من الرياء، ولكن ربما نوى عملا ولم يعمله فيكتب له الأجر خالصا لأنه لم يصحبه رياء ولم يصحبه أذى. فالنية الصادقة أيها الأحبة مع دخول هذا الشهر الكريم المبارك من أهم الأمور التي ينبغي علينا مع مدخل هذا الشهر الكريم، ألا وهي تغيير أنفسنا. فشهر رمضان شهر التغيير، يحصل حالة طوارئ في كل شيء حتى في النفس البشرية، تصفد الشياطين تجد أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله كلهم يلجؤون إلى الله ويأتون إلى المساجد ويقومون من الليل وتجتهد هممهم. لذلك بعض شهر رمضان شهر التغيير، وإذا لم يحصل هناك تغيير في رمضان فما استفدنا من رمضان؟ وإن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا عزمنا النية الصادقة على طاعة الله عز وجل، وكذلك نعزم النية الصادقة على أن نتوب بصدق إلى الله ونبدأ بتغيير أنفسنا مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله تعالى يسأل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. فلا بد من التغيير أيها الأحبة. إذا لم يحصل تغيير في رمضان فمتى يحصل التغيير؟ هذه العبادات التي نقوم بها وهذا الصوم الذي نقوم به وهذه الأعمال الطاعات والبر وما شابه ذلك ينبغي أن تحدث تغييرا نوعيا في نفوسنا. ومن لم يرى في نفسه بعد رمضان تغييرا كأنه ما صام. فإذا التغيير من الذات، والحرص كل الحرص على أن تكون هذه الأيام المباركة أيام يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى ويحدث تغييرا في نفسه وفي مجتمعه وفي واقعه الذي يعيش فيه. الأمر الثالث أيها الأحبة من فضل هذا الشهر الكريم قيام شهر رمضان. وشهر رمضان شهر القيام وشهر القرآن وشهر الدعاء. فقيام شهر رمضان من أعظم القربات التي يتقرب فيها العبد إلى الله.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: جاءني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم، هذا الخطاب لمن؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله عز وجل أن يقوم من الليل، قم الليل إلا قليلا، هو ومن معه من الطائفة المؤمنة ومن يحبونهم من الصالحين. فهذا ديدنهم، ديدن الصالحين، أنهم يلجؤون في الظلمات إلى الله عز وجل. كيف لا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. القيام أيها الأحبة، قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. شرف المؤمن وعز المؤمن وكرامة المؤمن قيامه بالليل. فالله عز وجل ينير قلوبهم وينير وجوههم، حيث إنهم في ظلمات الليل يلجؤون إليه فيعطيهم سبحانه وتعالى من نوره، فترى لهم إشراقة في وجوههم وفي جوارحهم. وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. إذا شرف المؤمن قيامه بالليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى العشاء مع الجماعة كان كمن قام نصف الليل. كيف بمن يقوم من الليل في صلاة التراويح؟ فإن صلاة التراويح قيام الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا أيها الأحبة، قيام الليل أعظم شرف للمؤمن، ونحن الآن بأمس الحاجة إلى هذه النعمة العظيمة، حيث يجتمع المؤمنون من كل حدب وصوب، من أماكن متفرقة، يلجؤون إلى الله في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. عند هذا بداية التغيير، ومن هنا يبدأ التغيير، حيث يرتقي العباد بأرواحهم إلى الله تبارك وتعالى، ويذكرون الله سبحانه وتعالى، ويسألونه سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. وقد ورد في أثر عنه صلى الله عليه وسلم أن المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل في الأرض تتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. والله عز وجل يغفر لمن يجتمع في بيت من بيوته يذكر الله تبارك وتعالى، يغفر الله عز وجل لهم أجمعين، حتى من يجيء وليس وله مصلحة، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا شرف المؤمن أيها الأحبة الأفاضل قيامه في الليل. ينبغي أن نحرص كل الحرص على المتابعة بصلاة التراويح. بعض الإخوة في بداية يكون متحمس، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، وعند ذلك همته تبرد وتجده يكاد يصلي الفريضة. من القضايا المهمة التي ينبغي علينا أن نستفيد منها وأن نعدها لهذا الشهر الكريم أيها الأحبة، إدخال السرور على أحبتنا. إدخال السرور على أحبتنا. أولى الناس بكم أهلك، زوجتك، ولدك، أمك، أباك، ومن حولك من إخوانك، ثم بعد ذلك من البعيدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الأعمال، أفضل الأعمال سرور تدخله على مؤمن، تقضي عنه ليلا أو تطعمه خبزا. من أحب الأعمال إلى الله أيها الأحبة هذه الأعمال المبارك، تدخل السرور على أهل بيتك. وهناك كثير من البيوت تئن في رمضان وفي غير رمضان من سوء خلق الرجل أو سوء خلق المرأة، مع العلم أن أعظم شيء يوضع في مثقال العبد يوم القيامة حسن الخلق. أثقل شيء يوم القيامة حسن الخلق، وإن حسن الخلق يوم القيامة يصل إلى مرتبة القائم ومرتبة الصائم، يعني أخلاق. وإذا أردت أن تكون بجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لذلك شرعت العبادات أيها الأحبة، الصلاة والصيام والزكاة والحج
من أجل ماذا؟ من أجل رفع همم المرء في حسن خلقه، في التعاون، في التآلف، في المحبة، في الطاعة والقرب. فإذا أقرب الناس منزلة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس. فإذا من مميزات هذا الشهر الكريم أيها الأحبة الأفاضل إدخال السرور على المؤمنين وعلى من تحب، وإن من أعظم شيء ابتسامتك في وجه أخيك صدق، حتى يقول الشاعر: إذا لم يكن عندك مال تهديه، إذا لم يكن مال عندك تهديه لا ناقة ولا مال، فليسعد النقطة إن لم يسعد الحال. إذا ما عندك شيء تعطي، أقل الأمر أن يكون وجهك مبتسم، أن تمتنع عن أذى المسلم، أن لا تغتابه، أن لا تظلمه، أن لا تؤذيه. ومن حسن الخلق حفظ الجوارح، حفظ العين، وحفظ اللسان. وحفظ اللسان أيها الأحبة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شتمه أحد قال إني صائم، إني صائم. هذا اللسان. لذلك كان المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء ولا يتكلم الغيبة ولا النميمة ولا ما إلى ذلك. هذه من القضايا المهمة جدا. قد أشرنا في ما سبق إلى أن الله تبارك وتعالى إنما يناله التقوى منكم لعلكم تتقون. جائع ولكن في المقابل والعياذ بالله يأكل لحوم البشر حية، وهذا من أعظم المصائب. يصوم عن الطعام والشراب ولكن بالمقابل يفعل الأفاعيل. من القضايا المهمة رحمة الصغير واحترام الكبير وإجلال العالم، ونحن الآن نفتقد إلى رحمة الصغير ورحمة الكبير وإجلال العالم. هذه النقاط أيها الأحبة. ثم الصدقة، والصدقة نوعان: صدقة احتساب وصدقة بذل. أن تأكل وتشرب بنية التقرب إلى الله والتقوي على طاعة الله فهذه صدقة. أن تطعم ولدك فهذه صدقة، أن تطعم زوجتك فهذه صدقة، ابتساماتك في وجه أخيك صدقة، هذه صدقة احتساب. صدقة البذل هي أن تعطي عن غنى، عن فقر، تخاف الشح، والشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وليس شرط أيها الأحبة أن ينفق المال الكثير، ولكن كما أشرنا مزقة لبن، شربة ماء، حبة تمر، نصف حبة تمر، ما تيسر لك، رغيف خبز تطعمه. وكم من الفقراء اليوم من لا يجد قوت خبزه، من لا يجد قوت يومه، رغيف خبز. بعض إخواننا يموتون من الجوع ونحن في بعضنا يموت من الشبع. بعض هذه الأمة يموت من الجوع، انظروا إلى الشام وانظروا إلى إفريقيا، وبعضنا يموت من الشبع. مشاكل في الضغط، مشاكل في السكري، ومشاكل في الكلى، ومشاكل، وكل هذه نتيجة ماذا؟ لذلك كان الصوم يلحبه حتى يعرفنا أنفسنا أولا، ونشعر بالضعفاء والفقراء والمساكين. ومن أعظم الأعمال أن تمسح على رأس يتيم، أن تكون لأرملة أو مسكين، وما أكثر الأرامل والمساكين. أسأل الله العظيم في هذه الساعة أن ينتقم ممن ظلم المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن وفى. أما بعد أيها الأحبة في الله، إن الرجل في ظل صدقته يوم القيامة، وإن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، وإنه من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل الله تعالى. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. كثير منا أيها الأحبة، الفقير قبل الغني، ينفق يمنة ويسرى ولا يأبه في متاع الدنيا ومباحاتها، والبعض في الحرام والعياذ بالله فتكون وبالا عليه. ولكن إذا أراد المرء إلا من وفقه الله تعالى، لأنه هذا توفيق من الله أن الإنسان يخرج هذه الصدقة، سواء صدقة البذل أو صدقة الاحتساب. في ناس عندهم سوء خلق وسوء الخلق يعدي، وفي ناس كذلك الله أعطاهم من المال ولكنه حرمه من الخير، حرمه من أعطاء هذا المال. بعض الناس فقط يعني
حراس لمالهم لا يأكل منه ولا يشرب ينظر إليه. وقد كتب الجاحظ كتاب في البخلاء، ولقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، لا يجاورني فيك بخيل. وهذا زمن العطاء أيها الأحبة. كم من الناس واحد يجلس في المساء يأكل من أشكال وأنواع ويرى أثار نعمة الله عليه، نعمة الأمن ونعمة الطعام ونعمة العافية ونعمة الأسرة. كم من الناس من مات زوجها، كم من النساء من مات أبناؤها، كم من الرجال من فقد أسرته وهو يجلس وحده يتجرع مرارة الألم والجوع والهم. هؤلاء لا ينبغي أن ننساهم أبدا. مما ينبغي أن نستفيد منه أيها الأحبة الأفاضل مجاهدة النفس. هناك مجاهدة بالنفس وهناك مجاهدة النفس. مجاهدة النفس أن تجاهدها بطاعة الله، على طاعة الله أو بدفع المعصية، أو تجاهدها في البذل والعطاء، لأن هذه مجاهدة. والذي يعجز على أن يجاهد نفسه في البذل لن يقدم نفسه. لذلك هناك مجاهدة، مجاهدة النفس ومجاهدة بالنفس. وهذه مجاهدة بالنفس مرتبة عالية جدا لا يصلها إلا من وفقه الله. والذي يعجز عن نفسه فهو على غيره أعجز. إذا واحد تغلبه نفسه لا يمكن أن يكون أقوى على غيره، وأن يكون على منهج من؟ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. إذا كان على غير ملة النبي عليه الصلاة والسلام، على غير هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو على ضلال. ولو تسمى باسم دولة إسلامية وخلافة إسلامية وتسمى بكل المسميات، إذا لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ضلال. لأنه لا يكفي أن يكون هناك نية طيبة، لابد أن يكون على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. لأنفسكم، يعني إذا واحد قدم لغيره هو يقدم لنفسه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. انظروا أين تجدونه، عند الله تجدونه، والله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهو صاحب العطاء سبحانه. إنما نطعمكم لمن؟ لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه، رغم أنفه ثلاث، رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان ولم يغفر له. يعني بعد ذلك أصيب في مصيبة، ثم قال: رغم أنفه، من يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك أحد أبويه ولم يغفر له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من إذا ذكرت عنده ولم يصل عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في الأولين وفي الآخرين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على القيام، وتعيننا على الصيام وتلاوة القرآن. اللهم إنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سواء السبيل، وأخرجنا ربنا من الظلمات إلى النور. اللهم ارفع للمسلمين راية. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقهم في دراستهم، اللهم وفقهم في دنياهم وآخرتهم، اللهم اشرح صدورهم إلى الخير، اللهم اجعلهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ونسائنا وأبنائنا وبناتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما.
آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم وأقيموا الصلاة.